السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمله مع بعض حاجة بسيطة، حاجة حرشة، حاجة تفتح نفسنا كده جنب الاكل. تقدري تحطيها جنب سمك، تقدري تحطيها جنب فول، تقدري تعمليها لوحدها، تغمسيها لو ليكي مزاج تغمسي مع بطاطس محمرة. الحاجة اللي هنعملوها هي بالبدنجانة الحلوة دي، او كمية البدنجان اللي انتي هتعمليها. معايا هنا بدنجانة، معايا هنا فلفل اخضر انا مقطعاه مكعبات صغيرة، وقرن فلفل حامي، وده حسب الرغبة. لو ما بتحبيش الحامي يبقى انسي القرن الحامي ده. معايا هنا طماطماية كبيرة او طماطمتين على حسب كمية البدنجان اللي انتي هتستخدميها، قطعتها مكعبات صغيرة كده. ومعايا هنا معلقتين ثوم. اول حاجة هنعملها هنقطع البدنجانة دي بالطريقة اللي كل واحدة فيكو بتحبها. انا متعودة اقشر البدنجان، مش بقشره كله، انا بقطع خط وخط كده، معرفش انا يعني اتعودت على كده، طلعت لقيت والدتي كده فانا بقيت زيها، في بيقشروا البدنجان كله برضو اوكي، فبقولك كل واحدة على حسب ما هي بتعمل متعودة. هقطع البدنجانة مكعبات برضو، بس بقى مش صغيرة قوي علشان ما تتهرش مني كده. بصي الحجم ده يعني سنتي، لو عايزة تقطعيها حلق برضو انتي حرة. بعد ما قطعت البدنجانة هرش عليها ملح ومعلقة زيت واحدة بس، مش اكتر، معلقة زيت واحدة بس. اللي يعرفني، اللي متعود على، اللي بيشوف قناتي يعني، يعرف ان انا بقلل الدهون على قد ما اقدر. هنطقها كده، الملح يتوزع ومعلقة الزيت كمان تتوزع. احضر بقى الطاسة بتاعتي، عايزة احمر فيها، اشوح بمعنى اصح فيها البدنجان بتاعي. جبت الطاسة حطيت فيها معلقة زيت كمان. لو انتي مش عايزة تحطي الزيت في الطاسة ممكن تشويه في الفرن زي ما هو كده، تحطيه على ورقة زبدة، لكن انا هنعمله بسرعة المرة دي. انا عملته قبل كده في الفرن كذا مرة على القناة، اللي حابب يشوف ازاي يشوف فيديو المسقعة، وفي فيديو السمك البلطي برضو موجود عليه. هنا الزيت، معلقة الزيت سخنت، هنزل بالبدنجان. النار بقى بعد ما الزيت يسخن النار تبقى واطية، مش عايزة النار تبقى عالية علشان عايزة البدنجان يستوى، يلحق كده يتشوح، مش يتلسع من برة وهو من جوة لسه جامد. تطولي بالك عليه لحد ما يتحمر كله. انا مش بقعد اقلب فيه طول الوقت، بسيبه الاول على النار واطية زي ما قلتلك على ناحية. وبصي بتلاقي البدنجانة كده من الحروف ان لونها بيتغير كده، بتبدأ تستوي. بعد ما الاقيها بقى بقت خالص ابدأ اقلبها على الناحية التانية. هو تكوني صبورة ومش هياخد منك وقت، بس في الاخر هتاخدي حاجة مفيدة ومفيهاش دهون كتير. دلوقتي لقيت البدنجانة بقى الحجم بتاعه بدأ كده يكش شوية، ولون البدنجان بدأ يغير، فابدأ بقى ايه اقلبه على الناحية التانية. جميل قوي كده بصراحة، شايفة اهو بدأ اهو يتحمر، ما خدش وقت يعني، انا كده ما كملتش 5 دقايق. كمل بقى الكمية كلها هقلبها، وبرضو اديها تحميرة كده الناحية التانية كمان. شايفة الشكل بتاعه حلو ازاي، شايفة متحمرة ازاي. دلوقتي بقى البدنجان اتشوى من ناحيتين، شايفة حجمه قل ازاي، بس كل حتة لسه محتفظة ايه بشكلها كده. خلاص انا هفضيه في الطبق بتاعي، مش هسيبه اكتر من كده. البدنجانة خلاص طرت يعني استوت تقريبا، هفضيها بقى ايه في الطبق. هنزل بقى بالفلفل اللي انا مقطعاه، نفس الطاسة، مش هغير الطاسة، نفس الطاسة، ولا تحطي زيت كمان ولا حاجة.
بعد الفلفل ما دبل معايا كده وشايفاه اتحمر، هنزل بمعلقه الثوم واحمر الثومه. مش عايزه احرقها بس احمر الثومه. الريحه بدات تطلع بقى، الفلفل حامي جدا. خلاص كده اول ما لونها هيبدا يتغير انزل بقى ايه بالطماطم اللي انا مقطعاها. الله على الريحه. هوطي النار عشان انا عايزه الطماطم تدبل، مش عايزاها تبقى ماسكه نفسها كده، عايزاها تدبل. رشه ملح حلوه كده من الملاحه. نسيبها بقى شويه تدبل. بصي دبلت ازاي الطماطم، دبلت خالص والقشره فصلت شويه خلاص وشربت الايه الميه. الطماطم طبعا نزلت ميه كده ايه خلاص. اطفي عليها بقى. دلوقتي بقى اوزع خلطه الطماطم دي على البتنجان كده من فوق الوش. ريحه روعه روعه. بس كده خلاص. عندك بقى شوية بقدونس، شوية شبت، خضرة، اي خضرة بقى كده رشي شوية على الوش كده، اعملي ديكوريشن حلو. وادي شكل طبق البتنجان بتاعنا. ايه رأيك؟ بمعلقتين زيت بس، ولا بدنجان تقليه في الزيت ولا تلاقي دهون تحمي على صدرك. بصي مفيش دهون نازله خالص، بدنجان صحي صحي بدهون قليله. اذا عجبك الطبق بتاعي بتاع النهارده يا ريت تقولي لي رايك في كومنت حلو كده زيك، وما تنسونيش في اللايك يا جماعه وتشيروا الفيديو لحبايبكم. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.